حصاد الجنوب، أهلا بكم. أجرى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مساء اليوم اتصالا هاتفيا بكل من حسام عبد الله ناصر عبود الفضلي وأحمد عبد الله ناصر عبود الفضلي، عزاهم من خلاله بوفاة شقيقتهم الدكتورة ميداء عبد الله ناصر عبود الفضلي في الحادث المروري الأليم الذي تعرضت له يوم أمس في العاصمة عدن. الرئيس الزبيدي عبر في اتصاله عن بالغ حزنه لأسرة الدكتورة ميداء، مؤكدا عظم الخسارة التي مني بها القطاع الأكاديمي والحقوقي في العاصمة عدن والجنوب عامة بهذا الرحيل المفاجئ، سائلا المولى العلي القدير بأن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه. أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية اليوم استكمال عملية أعصار الجنوب والتي تكللت بتحرير مديرية بيحان في محافظة شبوة ومديرية حريب في محافظة مأرب اليمنية من قبضة الميليشيات الحوثية. العمالقة الجنوبية أوضحت بأن قواتها بدأت بعملية إعادة تموضع في محافظة شبوة ونقل ألويتها إلى عرينها بجاهزية عالية. استوفت شركة بتروماسيل مساء الخميس حصة مادة الديزل المدعوم والذي سيوزع في محطات وادي حضرموت، وذلك وفقا للاتفاق السابق الذي عقدته لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام حرو مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. استجابة بتروماسيل جاءت بعد تصعيد قيادة الهبة الحضرمية برئاسة الشيخ حسن الجابري وإغلاق مداخلها ومخارجها وإمهالها 48 ساعة، والتي أسفرت عن صدور توجيهات صارمة من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة قضت بإلزام الشركة بما هو متفق عليه في السابق. دشن النائب الأول لرئيس المجلس الانتقالي بمحافظة سقطرى ناظم بن قبلان أمس العمل بمشروع تأهيل وصيانة عقبة وطريق حيبق الحيوي بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد النهيان للأعمال الإنسانية، ويشمل العمل بالمشروع ثلاث مراحل، الأولى وتبدأ بإزالة الكتلة الرملية والصخرية الواقعة في المنطقة المتضررة من الانهيارات جراء الأعصير السابقة، يليها وضع حماية على طول الطريق بكلا الاتجاهين، على أن يختتم المشروع بعملية توسيع الطريق إلى 50 مترا عرضا في كلا الاتجاهين وتركيب الإنارة على طول الطريق لإنهاء الخطر الذي يواجه المارة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.